هطلع اشوف معاكم اول تقرير النهارده مهم جدا زي ما قلت لكم، نبض الناس في محافظه مطروح. كنا موجودين هناك على هامش لقائنا مع سياده المحافظ عشان نسالهم يا ترى ايه اخبار ابار سقيا الماء معاكم، شايفينها ازاي وايه تفاصيلها، في تقرير مهم جدا كنت حريص ان انا اجيبه من الشارع وارجع اعلق عليه مع حضراتكم. نشوف التقرير ونرجع تاني. مش ينفع يكون موجود احلام مواطن ومؤسسه سقيا الماء في محافظه مطروح بعد ما عملنا لقاء مهم جدا مع سياده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتكلم عن 101 بير بيتم افتتاحهم الفتره دي مع مؤسسه سقيا الماء عشان يعدوا ال 300 او ال 360 بير في الفتره القادمه، غير لما اعدي على ارض الواقع، لان انتوا عارفين دايما في احلام مواطن البطل المواطن. كل التقدير والاحترام لسياده المحافظ، لكن المهم دايما اسمع من الشارع، من الناس اللي فعلا بتستفاد من اربيل اللي انتوا شايفينه ورايا ده، احد ابار مؤسسه سقيا الماء. حابب ان انا اسمع منهم يا ترى حياتهم قبل البير كان شكلها ايه؟ وبعد وجود البير اصبح شكلها ايه؟ المعاناه والقصص اللي كانوا بيدوروا عشان ياخدوا بق ميه عاشوها ازاي؟ كان لازم اكون موجود هنا عشان اجيب نبضهم. شايفين معايا في الصوره اطفال وشيوخ واخواتي واهلي، علشان دايما اوريك وانت قاعد وبتتواصل مع مؤسسه سقيا الماء مين اللي بيستفاد من تواصلك او تبرعك للمؤسسه، مين اللي كان متصور في يوم من الايام ان محدش هيساعده ويعمل له بير زي ده في هذه المنطقه. عشان كده كان مهم جدا ان احنا نكون موجودين. خلينا اخش على طول في الموضوع، اتعرف على حضرتك اسمك ايه؟ شاهين صافي. عندك كام سنه يا حاج شاهين؟ عندي 33 سنه. عشت من 33 كام سنه هنا في مطروح؟ انا كلهم في مرسى مطروح. عمرك كله؟ عمرك كله. كلمني بقى حاج شاهين وانت موجود كده واحد شباب محافظه مطروح، بير مؤسسه سقيا الماء اللي احنا شايفينه ورايا دلوقتي ده احد 101 بير بيتم افتتاحهم الفتره دي وما كانش موجود قبل كده، كنتوا بتجيبوا ميه ازاي وبتتعبوا ازاي؟ هي الميه اللي احسن من في ابار جوه في الصحراء بنجيبها من بعيد. لكن دوت وفرناه على هنا، مكان دوت اصلا شارع عام فالناس كلها بتستفاد منه، اللي يعدي بيعبي جراكن لسبيل مفتوح، عاملين بير كبير في الصحراء بنعبي منه دوت، اي حد يجي ياخد منه. يعني شاهين الاول كنت بتمشي مشوار بعيد جدا قبل ما يتوجد البير ده عشان تجيب المي؟ كان بعيد فعلا. لا لا دلوقتي يعني بعيد قد ايه مثلا رايح جاي مثلا؟ لا لا لا، هي مسافه من هنا، مكان دوت غير صالح اصلا للميه، لازم يكون مكان مخصص الميه اصلا جوه. بعيده من الاماكن ديت. مكان اللي هو بتاع بطيء الامطار، فالخزان دوت سبيل، فعاملينه بقى للمنطقه كلها ككل. وكونوا أي موجود حد على الطريق هنا ده بيساعد بقى الناس كلها، وكمان اللي ماشيين على الطريق، اللي ماشيين على الطريق كلهم. يعني ده مش خاص لحد او حجر لحد، ده خاص ليش؟ طب ما تبص للكاميرا كده حاج شاهين. ايوه. وتقول للناس اللي تواصلوا مع المؤسسه وربنا جعلهم سبب ان هم يعملوا البير ده، ان انتوا تستفادوا منه، كل الناس اللي على الطريق بما انه بيل موجود وسبيل يساعد كل الناس، توجه لهم رساله تقول لهم ايه؟ اقول لهم ديت افضل الصدقه سقيا الماء، افضل الصدقه. جزاكم الله خير، ربنا سبحانه وتعالى يجعلها ميزان حسناتهم ان شاء الله. وكل الناس هنا بقى عندها نفس مشاعر الفرحه لما اتوجد البير ده كده، كل سكان المنطقه مبسوطين. مبسوطين طبعا اكيد، الميه ديت حياه بدون ميه. قال لك شاهين الميه دي حياه، لخص. وشايفين معايا الابتسامه اللي بتاكد وانت قاعد وبتستهتر بمشهد ربما يكون يساوي حياه، شاهين اللي قال مش انا اللي قلت. قبل البير ده يوسف كنت بتشرب منين؟ عندنا هنا مشوار. البير ده سهل كتير للناس هنا. ايوه الحمد لله. مبسوط بيه انت وزمايلك اللي في سنك يا يوسف؟ ايوه تمام. حتى لو بتلعبوا ولا بتجروا يبقى في شويه ميه تتشطف بيهم تشرب بيهم، حاجه كويسه. ايوه الحمد لله على كل حال. طب يا يوسف عاوز اقول لهم يوسف يعني احد اطفالنا. قبل البير ده يوسف كنت بتشرب